اه هات. طبعا يا جماعه احنا بنجهز للنتايه دي مكان عشان طبعا الحمل باين اهو. تمام، مساء الخير. طبعا دي نتايه جريفون، احنا بنجهز لها المكان بتاعها. تمام، هنبدا دلوقتي خلاص يعني مقربه على الولاده. تعالوا بقى نوريكم دلوقتي احنا بنعمل ايه قبل الكلبه ما تولد. هنحمي الكلبه الاول ونسيبها تنشف خالص، وهنمسحها بدواء. الدواء ده خاص بالحشرات عشان ما يحصلش عندي حشرات بعد الخلفه، الناس اللي بتعاني من الحشرات بعد الولاده. طبعا يا جماعه بتبقى كارثه لو انت عندك كلبه هتولد وما جهزتلهاش الولاده بتاعتها. اول حاجه لازم تحمي كلبتك. تمام، تحمي كلبتك كويس. هنا المكان اهو، افتح ده يا باشا. لازم تحمي كلبتك كويس. تمام، وتمسحها بدواء خاص بالحشرات علشان ما يكونش فيه اي حشرات. تمام، احنا كده جهزنا المكان اهو. تمام، وطبعا نحط لها قش رز، وهنا تبن بره اهو، وهنا هننضف المشرب بتاعها ونحط لها ميه. بس طبعا كده بقى يا جماعه احنا مسحناها بالدواء. الدواء ده فيه نسبه مخففه جدا، يعني دلوقتي بقى تنشف هنا دلوقتي، وبعد كده هتتمشط ونبدا ندخلها في المكان بتاعها جوه. قدامها بالكتير 5 أو 4 أيام على الولاده. طبعا البطن واضحه والشكل واضح، وما بنعملش كده غير لما نتاكد ان الكلبه شايله الحمد لله. تمام، يلا بينا بقى دلوقتي نشوف كده هنعمل ايه. على تاني يلا. كان في واحد بيكتب لي كومنت تحت فيديو بيقول لي كل اللي احنا بنشوفه انزل تحت واطلع فوق ومش عارف ايه. طبعا هو عنده نسبه غباء شويه، لان هو مش عارف ان بنتعامل على 15 كلب، فكل كلب بننزل له فيديوهات بتاعته. والطاعه اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي الطاعه الاساسيه، اولهم بدايه امر اقعد سلم انزل تحت اطلع فوق ثابت اوف ليش، الحاجات دي كلها. تمام، طبعا ما انا لما نيجي ننزل فيديو او ننزل حاجه على البيج على الفيسبوك، ما انا هنزل لكل كلب، ما هو اكيد ان كل حاجه بننزلها فيها اقعد وفيها سلم وفيها تحت. طب نعمل لك يعني انت عايز نقوله سلم تحت سافر بره للخارج يعني، ولا ايه الدنيا؟ دي اسمها طاعه اساسيه، احنا بنشتغل حاجه اسمها طاعه اساسيه اللي هي الاوامر الاساسيه. وبعدين انت طبعا اقعد وسلم والحاجات دي بالنسبه لك وبالنسبه لي، لو بالنسبه لك ما عليك، بالنسبه لك انت مالكش دعوه بنفسك يعني. بالنسبه لنا دي حاجه بالنسبه لنا في كلابنا احنا بنعلمها بطريقه سهله، لكن بالنسبه في كلاب بتيجي لا يعرف اقعد ولا يعرف يعني سلم ولا يعرف اسمه ولا يعرف ياخد الاكل ببقه من ايدك ولا يعرف الحوارات دي كلها. زي بسم الله ما شاء الله يعني الكلبين دول كانوا جايين لا ولا يعرفوا يعني ايه مشي، المشي مش عارفينه. تمام، ف اللي داخل بقى تلاقيه كاتب لك ايه ده، انت كل الاوامر اللي بنشوفها اقعد وسلم هو كده اخرك؟ لا، هو مش كده اخري بالنسبه للكلب، انا مش كده اخري. ولو انت عايز تشوف اخري خش تابعني واتفرج على الفيديوهات بتاعت على اليوتيوب والحاجات دي كلها واعرف اخري. انت اللي اخرك ممكن تقعد تكتب لي كومنت ده اخرك، لكن ان انت تشوف اخري ده اخري معاك ياما قوي، يعني اخري هيبقى طويل عليك خالص، مليون مسا عليك.
ماشي لتحت داون. كلب جيرمان دخل في حدود السنه مش عارف يعني ايه تحت، مش عارف يعني ايه داون، يعني ايه ينزل تحت. الكلاب بتبقى ايه يا جماعه؟ يعني والله اسمه مش عارف. ان هو تمشي بيه بليش مش ما يعرفش، ما يعرفش يعني حاجه خام. تعالى روح صوت. يلا سد يا هل داون يا داون. يلا تعالى. يلا تعال يلا تعال تعال شاطي تعال يلا ها شاطي خد خد تعال ما تخافش ها جدع. Yeah.
نايم خالص السيف عجوب ولا